الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم 26 من شهر كهك المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء استشهدت القديسة أناستاسيا. ولدت هذه القديسة بمدينة روما سنة 275 ميلادية من أب وثني من أشراف روما ومن أم مسيحية. عمدت ابنتها خفية عن والدها وربتها تربية حسنة، وكانت كل يوم تغذيها بالتعاليم المسيحية حتى ثبتت فيها ثباتا يعصر انتزاعها منها. وكان لها كاهن مرشد يهتم بها روحيا دون علم والدها. ولما بلغت سن الزواج زوجها والدها بغير إرادتها من شاب وثني مثله، فكانت تصلي إلى السيد المسيح بحرارة أن يفرق بينها وبين هذا الشاب البعيد عن الإيمان، وكانت في غيابه تخرج وتزور المحبوسين من أجل الإيمان وتخدمهم وتعزيهم وتقدم لهم ما يحتاجون إليه. فلما عرف زوجها حبسها في المنزل وضيق عليها، فكانت تداوم الصلاة إلى الله لكي ينقذها من يده، فعجل الله بموته فوزعت كل ما تملك على الفقراء والمحبوسين والمجاهدين من أجل الإيمان. ولما وصل خبرها إلى فلورس الحاكم استحضرها وسألها عن دينها، فاعترفت أمامه بالسيد المسيح ولم تنكر، فوعدها بعطايا جزيلة لكي تعدل عن رأيها، ولكنها رفضت فعاقبها بعقوبات كثيرة، ثم أمر بإغراقها في البحر، ولكنها صعدت منه سالمة بعناية الله. وبعد ذلك أمر الوالي بتعليقها على صليب وتضرم تحتها نار، ففعلوا بها كذلك، ففاضت روحها الطاهرة ونالت إكليل الشهادة. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيدين الأنبا بشاي وصديقه الأنبا بطرس اللذان استشهدا في اليوم الخامس من شهر بأونا، وذلك أنه بعد انقضاء زمان الاضطهاد وتملك الإمبراطور قسطنطين بنى المؤمنون كنيسة بمدينة بوها مسقط رأس القديس أنبا بشاي في مكان منزله، وزينوها بكل حسن وبهاء، وتم تكريسها في مثل هذا اليوم. وتوجد حاليا لهما كنيسة في مدينة صدفت تابعة لإبراشيد أبو تيج، ويوجد جسدهما فيها، كما توجد لهما كنيسة أخرى في مدينة الزقازيق. بركة صلواتهما فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.